حاول فيلق القدس الالتفاف على الرقابة الدولية للملاحة بهدف إيصال الحمولة المحظورة التي تحتوي على أسلحة إلى حلفائه الحوثيين في اليمن، فأنشأ شركات نقل ظاهرها تجاري وباطنها شركات نقل للأسلحة. فريق إعداد فيلم الحمولة المحظورة طريق الحرس الثوري إلى اليمن لجأ إلى خبراء في الشحن البحري ليشرحوا أساليب آلية عمل شركات الشحن وكيف يمكن أن تستغلها جهات سيئة النية لتمرير حملتها. يستخدم الحرس الثوري الإيراني طرقا كثيرة لإيصال الأسلحة إلى حلفائه في اليمن، ولعل البحر هو الطريق الأكثر أمانا لإرسال الحمولة المحظورة إلى الحوثيين. ومن أجل ذلك أنشأ فيلق القدس مجموعة من شركات الشحن التي يقارب عددها 200 شركة، إلى جانب بعض الشركات الأجنبية التي استغلها لنقل الأسلحة وغالبا دون علم أصحاب السفن وطواقمها. وفي الواقع تعمل السفن التجارية من هذا القبيل كذراع استعانة بمصادر خارجية للقوات البحرية الإيرانية، إما عن طريق البحر، وطريق البحر تنقسم إلى 3 أقسام، إما عن طريق الغواصات وهم يملكون غواصات تطفو على السطح أو تنزل السطح بزوارق زودياك ويتم تهريب سلاح وتسليم الحمولة، أو أن يتم إلقاء صناديق الحمولة في موقع جغرافي بحري على الساحل ومحدد ويتم إرسال الإحداثيات إلى الشخص المستلم، أو أن يكون بسفن بحيث يتم تزوير مانيفستو الشحنة والسفن هذه تابعة ومسجلة لشركات إيرانية وهي في الواقع مملوكة للحرس الثوري وتملأ بالأسلحة. طبعا هنا يجب التأكد أن الحرس الثوري يقوم بغالب الأحيان باستغلال سفن تجارية تتبع لشركات غير قانونية. ما دفعنا نحن فريق إعداد فيلم الحمولة المحظورة طريق الحرس الثوري إلى اليمن لاستبيان آلية العمل البحري من خلال توجيه مجموعة أسئلة تقنية لخبراء في هذا المجال. حسب ما قلنا أنه كل بحر يتم رصده، لكن عملية تهريب الأسلحة لا يتم تهريبه عن طرق البواخر والشركات المحترمة، يتم تهريبه عبر طرق أخرى، طرق غير شرعية، عبر سفن خشبية، عبر سفن غير مأمنة غير قانونية في تدخل الماني، فيتم تهريبه بالذات عندنا نحن باليمن، باليمن نحن نقول عند باليمن لا يتم انزاله في المواني، لا يتم انزال السلاح هذا في المواني، يتم انزاله في السواحل. تعرف نحن نحتكم بساحل كبير اكثر من 2000 كيلو ساحل كبير، فيتم شحن السلاح في بواسطة سفن خشبية أو فيبر جلاس، يتم شحنه ويتم إنزاله في الساحل ولا يتم إنزاله عبر ماني. لكن بالحقيقة هناك آلية لعمل شركات الشحن حاول الحرس الثوري الالتفاف عليها لإيصال شحنات الأسلحة إلى الحوثيين. الخطر اللي تواجه الشحن البحري عند رسوء السفينة في ميناء تاليت هي تحصل أحيانا اختراقات من بعض يعني للأسف من بعض التجار أو الوسطاء، بحيث أنه يحصل يعني شحن بضاعة أخرى مع البضاعة هذه بغير البضاعة مسجلة رسميا، لكن في التفتيش البحري قبل دخول الميناء المعين، في التفتيش في رصيف الميناء يعني نحاول نحد من هذه المشكلة، هي ما حصلت الآن بالخالص الحمد لله، لكن في هناك رقابة في كنترول على هذا الموضوع. معلومات أكثر عن طرق استغلال الحرس الثوري للسفن التجارية في تهريب الأسلحة وكيفية إيصالها إلى الحوثيين في اليمن سنستعرضها قريبا على تلفزيون الآن في فيلم الحمولة المحظورة طريق الحرس الثوري إلى اليمن.